نرجع للهلال ونتكلم عن المباراة ونتكلم عن الموسم ككل. نتائج مباراة اليوم اللي لعبت اليوم. كابتن عبد الرزاق مرحبا. أكبر مفاجأة بالنسبة لك كنتائج؟ أكبر مفاجأة ولو أن هي ما هيش مفاجأة، لكن نقول أنا أول شيء ساعة الأهلي كنت أتوقع باش ياخذ 3 نقاط ويخرج من الوضعية اللي وفاها، الباقي كل النتائج كانت معناها من نجم تكون الناس اللي ممكن كانت حاطة الباطن ما يقدرش يفوز على الاتحاد، أنا حطيته معناها من الفرق اللي نجم ياخذ 3 نقاط ما هو نقطة، لكن هو حصل على نقطة، ما فماش مفاجآت الحقيقة، نشوف فما مفاجآت.